متتبعي قناه انفاس بريس، مرحبا بكم. حنا الان تنتواجدوا في قلب ملعب محمد الخامس مدينه الدار البيضاء. الا كان شي مرفق رياضي اثار حوله ضجه خلال الايام الاخيره فهو هذا الملعب هذا اللي تيتعد جوهره مدينه الدار البيضاء. لجنه التتبع وقفت على مجموعه من الكوارث داخل هذا الملعب هذا من اجل يعني الوقوف على العمل اللي قامت به هذه اللجنه والعمل اللي غادا تقوم به وكيفاش غتراقب شركتي كازا اميناجمو وكازا ايفنت. كان لنا لقاء مع السي كريم القليبي، واحد من اعضاء هذه اللجنه. السي كريم، لجنه التتبع وقفت على كوارث داخل الملعب محمد الخامس، اللي هي كوارث اللي كانت مسكوت عنها، يعني كيفاش اكتشفتوا هذا المشكل داخل هذا الملعب محمد الخامس؟ بالفعل اولا كان لقاء اول مباشره بعد الاحداث ديال مباراه الرجاء والاهلي. كان اللقاء الاول هو كان لقاء يعني مبرمج قبل ما تكون الاحداث، ولكن جاء يعني في نفس الفتره اللي كانت فيها هذه الاحداث. سبحان الله، بحال جا في وقت واحد. هذا اللقاء الاول وقفنا السيد المدير ديال شركه كازا ايفنت، اعطانا جميع الحيثيات اللي كاينه في الملعب، واكتشفنا امور مهمه جدا في لجنه التتبع. واول حاجه ان كازا ايفنت راه ما تاخذش داك المونطون اللي تيدوا عليه كامل ديال 15%، فلقينا ان 85% تمشي للنوادي، وهذا عادي لان النوادي عندهم مصاريف كبيره وكثيره جدا، و15% تمشي لجماعه الدار البيضاء، وهذا 15% تمشي لجماعه الدار البيضاء، 10% هي تمشي لكازا ايفنت. يعني تنتكلموا على ان كازا ايفنت تاخذ 1.5%، يعني الملعب كامل الا دخل واحد 100 مليون سنتيم 1 مليون درهم، راه يعني عندها 15000 درهم. يعني باش ما نبقاوش نهولوا الامور على كازا ايفنت، ودائما متسوقوا على المشاكل تنطلعوا على كازا ايفنت. انا ماشي تندافع عليهم، ولكن انا ملحق. انا نهار كانوا داروا مشكل ديال الماراثون كنت اول واحد معارض للطريقه باش تنظم بها الماراثون ديال الدار البيضاء، ولكن اليوم في مركب راهما ابرياء براءه والذئب من دم ابن يعقوب. لان اليوم تنتكلموا على الملعب، اولا التاهيل ديالو لم يكن في المستوى ديال الانتظارات والتطلعات ديال 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 الجماهير العريضه ديال الغريمين الوداد والرجاء، لان هادو جماهير عالميه ماشي جماهير فقط مغربيه تحت المراتب الاولى على الصعيد الوطني، بل هي على الصعيد الافريقي وعلى الصعيد العالمي. هادو جماهير يحتاجون الى مركبات يعني ترقى الى المستوى ديالهم. للاسف الملعب تبنى في واحد الوقت اللي صعيب، حتى لي نورم ديال الفيفا تيقول لك ما كاينينش في هذا الملعب. يعني باش يكون ملعب يعني نورمالمون الملعب ما خصوش يكون وسط احياء سكنيه في اطار المقاربه الامنيه، ما يمكنش الناس بالجوار. اذا كاينه مجموعه من المشاكل، ولكن حتى ديك الاعتمادات اللي تخصها ديال 22 مليار ما بانتش على مستوى الملعب. يعني النظره ديالنا العاديه، وهادشي ما حنا ما تنتهمهمش اتهام صريح، بل حنا تنطالبهم بانهم يعطونا. طلبنا في اول اجتماع لان كازا اميناجمو انها تجيب لنا اشنو دار في هذا الملعب وكيفاش شنو هي التخصيات. لحد الان باقي ما تنتظروا هذا المطلب. انتم واش طلبتوا يعني لقاء مع بعد اللقاء تاع كازا ايفنت، واش طلبتوا لقاء مع كازا اميناجمو؟ حيت نعرفوا بان كازا اميناجمو هي اللي قامت بالتاهيل تاع مركب محمد الخامس، و 22 مليار درهم يعني مشات لكازا اميناجمو. دابا خصك تعرف واحد الحاجه اخويا ابو سته، هو ان هذه اللجنه راه فيها تا كازا اميناجمو، راه في لجنه التتبع كان استدعاء ديال كازا اميناجمو في الشخص ديال المدير ديالها، رغم انه صيفط لنا غير احد الممثلين ديالو. كان تاجلات اللقاء الثاني باش يحضروا الممثلين ديال الفريقين ديال الوداد والرجاء والممثل ديال الامن. الحمد لله في اللقاء الثاني حضروا ممثلين ديال الكلوب جوج، وحضر ديال الامن الوطني. درنا زياره سور بلاس ودار اجتماع في هاد في المركب، ولاحظنا واحد المدينه منسيه، واحد الاطلال ديال المدينه تحت هذا الملعب. هذا الملعب اللي تنقولوا اش مزوق من برا اش خبارك من الداخل، ينطبق عليه هذا المثل، لان تحت هذا لي غادان تحت هذه المدرجات هناك يعني صور تسيء الى 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 المشهد الرياضي البيضاوي. اليوم تنطلبوا كازا اميناجمو اولا تعطينا فين مشاو هاد 22 مليار. تطالب كازا اميناجمو بشطر ثالث باش تكمل هذوك لي طرافو اللي لتحت، وتطالب واحد 8.8 ديال مليار، يعني 9 المليار. ملي تنشوفوا 9 مع 22 تنولوا في 31 مليار، هو نفس المبلغ اللي تطالبوا باش تكمل حديقة الحيوانات عين السبع. وكأن 31 مليار هو الحد الأدنى لإخراج هذه المشاريع الكبرى المتعثرة داخل مدينة الدار البيضاء، اللي هي المسؤولة الأولى على التأهيل
الدليل ديالهم هي كازا اميناجمون. البعض تيقول بان يعني الجدل والهجمه على ملعب محمد الخامس هي هجمه لاجل يعني استغناء على هذا الملعب هذا، ولان اللوبي العقاري يعني تتحرك في هذا الاطار. شوف انا تنعاود ناكد ان يعني مدينه الدار البيضاء تحتاج الى ملعب كبير، لان ملي تنقولوا الملعب اما تلاحظوا ان راه واحد 100,000 تجي ديال الوداد، 100,000 ديال الرجاء، يعني الا كان عندك الدربي خصك 200,000، والطاقه الاستيعابيه ديال هذا الملعب ما تتجاوزش 45,000 كحد اقصى. اذا 200,000 هنايا هي نورمالمون هذه الجماهير الكبيره تحتاج الى ملعب كبير، ولكن هذا ما يمنعش ان هذا الملعب سيظل دائما لانه معلمه تاريخيه تحمل اسم كبير ديال محمد الخامس، فما يمكنش ليها اليوم نستغنوا عليها. فهذا غيبقى ملعب، وملعب له تاريخ كبير، وله مع المنتخب الوطني ولا مع الوداد ولا مع الرجاء له يعني مجموعه من انجازات كبيره كانت في هذا الملعب. فما يمكنش، انا تنعاود ناكد للمواطنين ان لا يمكن على المجلس لا السيد العمده لا المجلس على انه يستغني على هذا الملعب اللي هو ملعب كبير وكبير جدا، وله من الدلالات التاريخيه والرياضيه اللي ما تخليش ان نمكن نستغنوا عليه. غير حنا نحتاج الى ملعب كبير، وانا خلق فضاءات وخلق، خاصنا التوسيع ديال العرض الرياضي، لان تحسين من هذه البنيه التحتيه الرياضيه لابد اننا نفتحوا ملاعب اخرى لترقى الى مستوى انتظارات ديال الجماهير. بالنسبه لكم انتم كمنتخبين ما تشوفوا ان يدكم قصيره في مواجهه الشركات تاع التنميه المحليه، لدرجه ان بعض المواطنين تيقولوا الانتخابات تاع المقبله ما نصوتوش على المنتخبين، نمشيو نصوتوا على مدراء شركه التنميه المحليه، يعني بطريقه مباشره بلا ما نبقاو نصدعوا راسنا انتخابات ومنتخبين. لا، بالنسبه لشركه التنميه المحليه فيها ما يقال، ولكن هي آليات من آليات التدبير ديال الجماعه ديال مجلس المدينه، لان مجلس المدينه عندها اما تدير التدبير المباشر، اما التدبير عن طريق التدبير المفوض بحال ليداك وبحال شركات النظافه افيردا وهذا، وهناك تدبير اخر اليه اخرى التي اثبتت النجاعه ديالها اللي هي ديال شركات التنميه المحليه. تنتكلموا هناك شركات التنميه المحليه التي يعني دارت واحد النجاح كبير، تكلموا على كازا بي ا، كازا ترونسبور، كازا ايفنتس في بعد هذا، فغير كازا اميناجمون كان المشاريع المرصوده لهاد الشركه كانت كبر من الحجم ديال الشركه، وهذا اللي كاين سوء الحكامه في هاد المساله ديال انتداب شركه كازا اميناجمون، لان كازا اميناجمون ولا 11 مليار هو البيدجي ديالها اللي هو ثلاث اضعاف البيدجي ديال الميزانيه ديال الجماعه ديال الدار البيضاء. هنا كاين غير سوء ديال هذا ديال الحكمه هو اللي كاين في هذه المساله، وما كانوش التفعيل ديال لجان التتبع، ولكن المكتب الحالي السيده الرئيسه يعني واقفين على هذه المساله على ان لابد من تفعيل جميع لجان ديال المراقبه وديال التتبع. وبيان سور الا كانوا لجان المراقبه والتتبع في هاد اللي في هاد الشركات غادي تيديروا هذا، تنظن ان هاد الشركه التنميه يعني غتمشي للمستوى اللي باغينو كاع البيضاويين والبيضاويات.